عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد ودبارة جديدة. كما عودناكم ناخذ مع بعضنا أفكار جديدة متنوعة مختلفة خاصة على الكوجينة التونسية متاعنا، بما أنه عندنا فقرة طبق من العالم اللي كل مرة ناخذ حويجة، مرة في الديسير، مرة الطبق الرئيسي، مرة حويجة مالحة خفيفة تكون مش تونسية. كما اليوم الطبق الرئيسي متاعنا باش يكون باتر تشيكن، اللي هي أكلة جينا من الهند سهلة على الاخر، وخاصة أنا حاولت نطبقوها بمكونات موجودة عندنا في تونس خاصة فيما يخص الفاحات. معاهم باش نعملوا سلطة مقرونة، نوعوا شوية كيكة في سلايد. أكيد أنا باش نعطيكم الفكرة هذية. الباتر تشيكن باش نقدموه مع روز، وينجم يكون جوست السوس متاعو، تشوفوا بعد الكونسيبت متاع البلا هذية. وعندنا كيما العادة حاجة حلوة، قلت نعملوا حاجة حلوة تونسية متاعنا نشتيوها في رمضان، اللي هي زريقة، ما تاخوش برشا وقت، مكوناتها بسيطة وتنجم تكون في متناول الجميع، ونجموا ندلوا روحنا فيها زادة كيف كيف. دونك هذايا دبارتنا احنا لليوم. باش نبداو بأول حاجة اللي هو الطبق الرئيسي. المكونات متاع الطبق متاعنا باش يكونوا أمامكم واضحين على الشاشة، متاع الباتر تشيكن هذايا كما قاعدين تشوفوا، فما من المكونات حليب جوز الهند، والا الكريم بالاصح نتاع جوز الهند. اذا ما لقيناهش ما نحيروش، عادي نستعملوا كريم ليكيد، يعني فما البديل من غير ما نوقفوا الوصفه هذيا، جوست على الكريم نتاع جوز الهند. عندنا دجاج، هو من الاحسن نستعملوا دجاج خاطر ديجا الاسم نتاعو باتر تشيكن، تشيكن يعني دجاج بالعربيه. باش نستعملوا معاهم لنوات كاجو، عندنا كيما قلت لكم كريم نتاع نوات كوكو، نجمو نعوضوها بالكريم ليكيد، اما راهو يلزم تكون موجوده كريم باش تعطينا تكستور. من بعد نبداو احنا في الوصفه، وهكاكا كل مكون نحطوه تكتشفوه معايا. باش نحطوا شويه بصل، اكيد باش نستعملوا زبده لهنا، وعندنا بصل، عندنا شويه طماطم، باش نخليهم هذوما تذوب الزبده تريف، ونقصوا احنا الدجاج اللي حاجتنا به. الدجاج ماذا بينا بلون دو بولي، على خاطر باش نقصوه طروف كيما هكايا، البلا هذا ياسر ساهل، والعباد اللي تحب الحاجات كريموز باش يعجبهم، واهم حاجة اللي يحبوا زادا يذوقوا حاجات مختلفة شوية على التونسي في التفويح. نقصهم طريفات هكايا، نحطوا الدجاج متاعنا وباش نفوحوه. بالنسبة للتفويح أنا اخترت نحطوا فاحات نجمو نلقاوهم في تونس ما يصعبوش علينا، كيما الهيل، لكن الهيل لهنا احنا باش نحاولوا نحلوها الكعبة متاعو، ونحطوا جوست الوسطاني اللي فيها، نجمو نشوفوهم قلوب الهيل هاكم تروف صغار هما على الاخر، اما راهو يسيبوا مطعم كبير على الاخر معناتها. نحطوا هكايا، وباش نحطوا زنجبيل بودر، وشويه بالكل عود قرنفل، باش نحطوا زاده وريقه رند، الفلفل الاكحل، الملح، وعندنا الكركم الكولور يجي ازعر شويه، نحط
تريف على الاخر فلفل دينا اللي ينجم يلقى ومتوفر عنده يستعمل البودر نتاع الكوري اللي هو من اللفاحات الهنديه اللي يستعملوها برشا. ما كانش نكتفيو بالخلطه هذيا خفيفه مكونات بسيطه نجمو نلقاوهم بالساهل. توا احنا باش نخليو الدجاج نتاعنا هذايا الكل يطيب وباش نزيدوه مغرفه بركه طماطم معجونه مش معبيه برشا ديجا وطريف ثوم. نخليوه يتقلى يطيب الدجاج من بعد نوريكم المرحله اللي تجي من بعد. كما سبق وقلت في دبارتنا عنا زاد سلطة مقرونة. سلطة المقرونة هذية باش نحطوا فيها حاجة ياسر نحبوها اللي هو الجبن. ديجا من بعد تنشوفوا المكونات متاع سلطتنا، أما مادام حكيت على الجبن شقالكم كان نمشي ونشوفوا العنصر المصور هذية اللي ورينا طريقة صنع الأجبان، ومن بعد كي نرجعوا تلقاو بحذية مريم تعطينا رايها في دبارتنا والنصائح متاعها بالنسبة لليوم. يمثل الإنتاج في قطاع الألبان نسبة هامة من عموم الإنتاج الفلاحي في تونس، وتخصص الإنتاج الحليب ومشتقاته بما في ذلك الزبدة الياغورت والأجبان. وفما 45 معمل لتصنيع الجبن في تونس بطرق عصرية متطورة باش يوفروا منتوج بجودة عالية. والجبن عنده فوائد متعددة، منها تحسين صحة العظام ووظائف الدماغ لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين المفيد للصحة العامة، ويحسن زادة من صحة الأسنان، ويعمل على انخفاض ضغط الدم، زادة يعزز جهاز المناعة وصحة الغدة الدرقية بما أنه مصدر غني بالسيلينيوم. أما زادة كما عنده فوائد عنده أضرار، بما أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الطبيعية ينجم يتسبب في زيادة الوزن. هذاك علاش يلزم نختاروا انواع جبن تحتوي على نسبه قليله من الدهون باش نحافظوا على توازن وزن الجسم، ويقعد ديما الاستهلاك باعتدال احسن باش نتفاداو المضار وتحصل الفايده، وديما لا افراط ولا تفريط. عسلامة مريم، مرحبا بيك. أهلا بيك صابرين. شنو أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. كنا نشوفوا في طريقة إعداد الأجبان، برشا نحبوا لي فروماج خاصة في رمضان نستعملوهم بكثرة في البريك، في الطاجين، اللي يعمل بيتزا، الحاجات هذوما الكل. كل شيء. دايوغ حتى باغ الشيح الكل هذاك معناتها والمعجنات وكل الحاجات اللي نقدوهم، ساعات حتى فوق الطاولة لازم كي نعملوا ديبات ولا مقرونة ولا حاجة لازم باش يرص شوية فروماج. دونك انا الحقيقه جو بروفيت دو سيت اوكازيون باش نحكي على الاجبان. اجبان بصفه عامه في حياتنا العاديه الكل مش كان رمضان راهي عندها قيمه غذائيه كبيره، راهي معناتها سوخ مصدر نتاع بروتينات حيوانيه، معناتها نهار من نهارات هكايا في الليل ما عندناش مثلا سردينه، ما عندناش حوت، ما عندناش عظم، ما عندناش لحم، الدجاج راهو نجمو ناخذوا ريكوتا، ناخذوا جبال، معناتها نوع من انواع الاجبان. هما الاجبان انواع واشكال. انا نحكي بيان سور على الاجبان مش مستحضر غذائي، خاطر انا ذاك ما نحسبوش جبن، فهمت؟ خاطر في برشا دهون اللي هي مضره لصحتنا صابرين، وانا ناكد ديما على الاجبان. علاش؟ على خاطر تقنع تشبعنا بور لي موسكل نتاعنا بيان سور لي سبورتيف ولا حتى غيره، راهي حاجه ضروريه في رمضان، راهي تشبع وعندها قيمه كبيره. اما لو شوا فهمت، حتى في الفغي فروماج فما انواع واشكال، عندنا الكغيير، عندنا الجبن الاحمر، هذوما لي فروماج دوغ اللي هما معناتها نحب نقول لكم اللي فيهم برشا كالسيوم اكثر من ريغوتا وسيسيليان وسرديني ولا جبن الاخرين. كي نقول فيهم برشا كالسيوم دونك بهين برشا للنمو، بهين برشا للنساء زاده باش يحموا روحهم من هشاشه العظام. اما النساء اللي عندهم السمنه، عندهم الكوليسترول، عندهم ارتفاع ضغط الدم ما ينجموش ياخذوهم. دونك بوغ فيغ ليكيليبغ ياخذوا الاجبان الاخرى. الصغيرات نتاعنا ما فيها بيس، كان اللي عندهم دي مويان بيان سور، على خاطر الحقيقه الاسعار نتاعهم ماهيش في متناول العباد الكل، كميات صغيره يدخلوها لهم في الوجبات نتاعهم. ذكر صغيرات عندهم وجبه فطور الصباح الغداء لمجه مسائيه
وجبه العشاء، راهم ما عندهمش لمجه صباحيه. المنظمه العالميه للصحه نحات اللمجه الصباحيه على خاطر لقينا ما بين الاسباب اللي تنجم تتسبب في السمنه. دونك ننصحكم الاجبان ما تتنحاش من الدار، ما نعرفوا شنو ناخذوا، كيف كيف توسكي البن وياغورت والرايب نحاولوا نسنسوا بهم رواحنا احنا في رمضان. راهو انا راه برشا عباد ياخذوا البن ورايب وكل، جوست ماذا بيا معناتها كان يبدا باستوريزي خير مبستر، اقل ريسك نتاع ديزانفكسيون وكل شيء صابر. دونك موجودين سوغ لو مارشي الحقيقه انواع واشكال، دونك ندخلهم في العدد تاعك كسوا للسحور وقت شق الفطر، فما شكون يشق فطره كاريمون على البن ولا رايب. دونك المجموعه هذه انديسبونسابل، راي في رمضان ماذا بيا تبدا موجوده وقت شق الفطر. فما شكون في الليل الميلك شيك نتاعو يعملوا مثلا حليب ومعاه غله وكل شيء، دونك هكا فما موجود، ولا يعملوا كريمه زاده كيف كيف، الكريمه زاده مغروين بها برشا يتذكروها ياسر في رمضان في السهريه كيف كيف في السحور. دونك باش نعملوا مثلا مصوف نعديو بكاس حليب، فما شكون ياخذ البن، فما شكون ياخذ ياغورت، ولا ياخذ جبن ريغوتا وجبن عبيد، معناتها كاريمون يعمل تارتين نتاعو ويحضر بحذاه الريغوتا وجبن. دونك لي فروماج دور كيما الكروير كيما الجبن الاحمر نخليهم اكثريه للصغيرات اللي ما عندهمش مشاكل في فتره نمو، يعاونهم ياسر للنمو نتاعهم. واحنا ابارتيغ نقولوا نحنا ماكل 40 طون حتى كان ما عندناش مشاكل صحيه نخير ناخذوا معناتها الريغوتا وسيسيليا والسرديني. اما نذكر ديما لازم نعرفوا منين ناخذوا، والريغوتا راه فما المبستره وموجوده معناتها بارتو. اكيد فوالا. باهي مريم تو باش نمشيو لدبارتنا، اش قولك نبداو في السلاطه مع بعضنا ولا نذكر في الطبق الرئيسي؟ نعملوا طله. نعملوا طله. باهي احنا الطبق الرئيسي اليوم اسمه من الهند خديناه خاطر عندنا فقر طبق من العالم. دونك عملنا باتر تشيكن اللي هو الباتر الزبده، الزبدة. وتشيكن هو الدجاج. ما تحضر روحك بس نتاعو يعني ديجا اسمه هكاك مش نبدلو. لهنا نحطوا شويه زبده باش يتقلى فيه الدجاج، حطينا بصل طماطم لفاحات، حاولنا نستعملوا فاحات موجوده في تونس باش ما نصعبوهاش اكيد. ومن بعد عندنا باش نزيدوا كريم نتاع نوات كوكو. وعندنا لينوات كاجو زادا كيف كيف باش نحطوهم، وهذايا سوا يتقدم مع خبز، الخبز مش نتاعنا التونسي الحقيقه، الخبز الهندي نتاعهم اللي يشبه شويه الخبز الشرقي لهنا في الاسواق نتاعنا، والا مع الرز الابيض يتعدى هكاك به. هذايا فوالا هذايا الطبق الرئيسي نتاعنا. وعندنا زادا السلاطه، انا ماذا بيا نبداو مع بعضنا السلاطه وتعطينا انت رايك في البلا البرانسيبال وفي السلطه نتاعنا. انا السلطه المحلى فيها دي بات، باش تقولي انت فما روز لهنا وباش تقولي باش تزيد سلطه فيها بات، نقولوا نجم نحضروا الستوس هذايا من غير الروز للي يحب، والا نحطوا زوز وكل واحد يعرف شويه كيفاش يقسم البلا نتاعو. فما شكون مثلا يحط شويه الروز ومعناتها يخلي الكميه المقرونه، معناتها حتى كان تويتي ساعات كيما هكا انت عملت اكومبانيمون روز وكل شيء، نجمو ياخذ بتيت كونتيتي منها وبتيت كونتيتي من هنا. سينو كيما قلت انت معناتها بان ليباني ولا بان خفيف هكا عادي بي كومبلي مش مشكله، ولا حتى بالفخشيت ينجمو ياخذ. انا تعجبني كي ساعه الزبده، انا راه ما عنديش مشكله معها، بالعكس راه نقول فيها فيتامينات عندها قيمه غذائيه خير برشا برشا، معناتها من الزيوت النباتيه والا من معناتها المارغرين اكسيتيرا. دونك فيها قيمه غذائيه حتى للصغيرات، راهو ما فيها باس كي ننسنسوهم سيرتو وقت نعملوا كديفيرسيفيكاسيون ندخلوا الماكله، سيرتو وقت اللي يعملوا ان اون يبداوا اتابل، راه ما فيها باس نعلموهم هاي الزبده ونعملوا تخطيط. دونك ما عنديش مشكله معاها. انت حطيت اون بتيت كونتيتي الحقيقه، ما حطيتش برشا ولا زدت زيت ولا حاجه. انت تقول قليت شويه، مي انا نغزر لك معناتها مقبيك ونعرفك صابرين، معناتها انت بيدك شوي كونتر تقليه، حتى كان هي لا روسيت دوموند بعد شويه تقليه وكل شيء، انت ديما قاعده تمرق بالماء سخون ديما بحذاك، ما تخليهاش لين هي تتقلى برشا. الفحات اللي حطيتهم من احسن ما فما، انا زنجبيل وكل عود القرنفل، ديجا الريحه نحكي لكم اسمها حطينا ورقه الرند اللي انت ديما تحكي عليها. فوالا هاكا الرند هاكا حتى في الغوسيت معناتها انديان نجموا نحطوا الرند، معناتها انا مش انا قلت اخذ حتى معناتها الهنود يستعملوا. احنا الرند نستعملوه غالبا في صوص المقرونه والا في تفويح الدجاج، راهو البرا يحطوه في الرز الابيض كي يطيبوه، يحطوه في البلاهي ذوما، معناتها الرند يتحط معناتها خاصه بودر. احنا عندنا اون جينيرال الرند يبدا الاوراق نشيحوه، هما يستعملوه حتى اون بودر. باش نكمل انا معاك الغوسيت هذايا بعد نرجع للسلطه. باه احنا تو باش نحطوا لين وات كاجو، هكا شفتوا ديجا كمية صغيرة راهي مش حاجة كبيرة، ديجا باش تقسم معناتها هذايا مش الشخص واحد. وعندنا لهنا
الكريم نتاع نوا د كوكو مش كريم ليكيد كريم دو نوا د كوكو بيان سور مش على بورتي دو طول موند باش تلقاها وين ما صابرين باش حتى كان واحد اشتاها الغوسيت هذيا ولا حاجه هي موجوده في تونس انا شريتها من تونس دونك اللي لوج فوالا نوا د كوكو بيان سور عنده قيمه غذائيه كبيره والكريم تاعو كيف كيف انت ديجا كي حطيتك العود القرنفل والزنجبيل نو سولمون المطعم راهو نقول لكم المطعم والريحه والقيمه الغذائيه راهو معناتها مضاد للالتهابات للحاجات اللي فيهم ديزانفلاماسيون اون جينيرال في البدن الكل دونك راهو باهي برشا ونذكر ديما الزنجبيل للمعده والامعاء اللي برشا عباد يقول لي حار شويه ولا يقلقني كل بالعكس معناتها سورتو كي يبدا اون بودر وانصوص اخف يبدا اخف ندخلهم شويه هكا بالحق صابرين نحبك انت بيدك تعاوني باش ننصحهم باش ندخلوا شويه كالعود القرنفل والزنجبيل ساعات نبداو مفجوعين منهم وساعات معناتها نحسهم العبيد ما يقول لك ليه بدل لي المطعم ما فماش اون غيغل هكا تقول لك هذه الصوص تحط فيها ولا ما تحطش فازي معناتها يفو تيستي وكا هو حتى فرضا في التونسي نتاعنا يجي ولا ما يجيش احنا هذاك علاش دخلنا الفقره نتاع طبق من العالم باش نكتشفوا حاجات اخرى معناتها في بلدان اخرين طريقه التفويح قلنا ساعات نفس لي زانغريديون كيك الكبار تلقى التفويحه هي اللي تبدل كل شيء معناتها خاصه في بين معناتها هذوك لبنان سوريا العراق نفس التسميه اما طريقه التفويح تختلف من بلاصه اخرى باش نمشيو للمقرونه اخترت المقرونه البابيون فوالا قرابت هذيك يبوتوا عليها صغار انت هاك تبارك الله تي فا كومبوزي تو باش تحط كل مره حاجه هما يتفرجوا طن دونك باش نحطوا طن العبيد اللي تعمل في حميه غذائيه، العبيد اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، القلب مشاكل تاع القلب وشرايين، شويه كوليسترول، يحب ينقصوا يجم يختار مقرونه معناتها كومبليت. نحطوا لهنا شويه خيار. شو كيفاش ولد القمره قاصته معناتها صابرين بتفنن، هكاك صغار يشيخوا عليه زاده. هذا يقعد لهم حتى الفطور معناتها نتاع لو لوندوما ولا عندنا دي بيرسون اجي معناتها معانا معناتها من مواتنا ولا حد في الدار نجموا نقدموهم لهم فما حتى مش كيف السحور الحقيقه معنا صديقه في البرنامج هي اللي تعاوني في القصان المزيان هذا يعطيها الصحه لي فريمون لا بريزونطاسيون عندها قيمه انا ديما نقول واحد ياكل بعيني قبل كل شيء معناتها حتى كي نعملوا هكا سلاد كومبوزي بارده يسوفي دو لا بيان ديكوري ونعملوا بريزونطاسيون باهيه واحد تجيب له شهيه بالضبط نحطوا لهنا طماطم تبارك الله بلان دو كولور طماط سوريس ذكروا الطماطم راهي فيها قيمه غذائيه كبيره تروينا كيف كيف ولد القمره الخيار راهو زاده يروي معناتها حتى كان عبد عطش ولا تقلق في فتره الصيام وكل شيء دونك راهو يعوض لنا شويه كالفيتامينات وكالاملاح المعدنيه اللي نخسروهم في النهار العباد اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم ما تحطوش زيتون هذاك جست هكا بوغ لا ديكوراسيون رانا ما عملناش حاجه كبيره راه باش نحطوا المعدنوس صغار يشيخوا علينا مع معدنوس فوالا دونك احنا براتيكمون صابرين لي روسيت الكل فيهم معدنوس منيخ معناتها الخضره تبارك الله موجوده بالقدا معناتها توا مايس انا تعجبني برشا القطانية بيا نحط اكثر واكثر حتى صغار يحبوها ما فماش حتى مشكله كونسيستونت السلاد هذيا نوتريتيف تغذينا بالقدا نحس روحنا ديجا كي باش تعرف صابرين كي ناخذوا شويه من السلطه هذيا مع معناتها حتى بالفخشات الصوص اللي حضرناها وكل شيء نتاع الباتر تشيكن انا جو فوا كو سي لارجمون سوفيزون ما نقرا حساب لك السهريه زاده عندنا عندنا جو اخر في السهريه عندنا حاجه واحده انا باش ننبه عليها للقطانيه كي نشريوها ننتبهوا انه ماهوش مكتوب سكر مضاف خاطر هي ديجا سكري ما نستحقوش نزيدوا نشريو ومحطوط فيها سكر قد ما تكون ناتور خير ديما تعطيني البصل اي هكا البصل زاده باش نحط شويه البصل باش ما يقلقش من بعد فما شكون يقلقهم البصل الناي على خاطر انا جو فوا كو سيت سالاد بالحق معناتها حتى المناعه نتاعنا تعززها حتى العباد اللي يبداو هكا مقلقين شويه الايامات هذيا ولا يتحير عليهم حاجه راي تقوي لنا حتى المناعه نتاعنا معك الضربه نتاع عود القرنفل والزنجبيل فريمون معناتها اليوم الحقيقه لو منو تحسوا ناجح عجبك لا عجبني ان شاء الله نكملوا كي للديسير لهنا التفويح انا حطيت مايونيز اما راهو نجم نحط فروماج بلون هاني سبقتك
تعرفني هكا لي صوص وكالكيتشوب والمايونيز وكل، بربي ما نسنسوش روحنا بهم وصغيراتنا، على خاطر يوليو بالحق اديكت، يوليو يحبوا ديما ماذا بهم في كل حاجه يزيدوا، ماذا بهم يحطوهم فوق الطاوله. انا قبيك قلت نحطوا الفخوماج غابي مثلا فوق الطاوله، ولا كاس البن ولا رايب، خير برشا ما كالي صوص. فهمت؟ تحب ولا تكره، خاطر فيهم معناتها ديزاديتيف، فيهم مواد معناتها مضافه، فيهم زاده كيف كيف بوكو دو سير، فيهم برشا ملح اللي ماهوش معناتها ما عندوش حتى منفعه لبدانا. بالضبط، احنا توا باش نزيدوا شويه ملح، خاطر التون مالح، الجبن مالح، حفظ الدرس. انا في بلاصتك ما نحطش الملح راه. قاعد ما حطيتش برشا زيتون، نمشي نكمل. اسمعني جماعه اللي يموتوا على الملح باش يقولوا هذيا مريم قلقتنا في حكايه الملح. انا لا بالحق ديما نخمم، جو ريبريزونت الحقيقه معهد الوطني للتغذيه، دونك نخمم في مصلحتكم، ونعرف نعرف معناتها خاطر مجربتها حتى سونسيل وذقتها اللي هي تجي بنينه. فهمت؟ ونفس المكونات هذيا نعملوا، نجموا نعملوا سلطه روز، سلطه برغل. فوالا هكاك سلطه برغل عاد اكثر واكثرين معناتها فيها قيمه كبيره غذائيه، الالياف اللي فيها والكل، دونك تولي كونسيستانت بالكدا، تفويح نفسه كما قلت انت معناتها. ثم شكون مثلا ما يحبش التون ولا عنده اليرجي من التون، ينجم يحط دي مورسو ديسكالوب، يحط شفغيت، يحط سردين، اللي عنده مشكله مع السردين معناتها كل مره نجم حتى نحطوا حاجه، حتى عظم معناتها مقصوص اكيد. دونك حتى في الصيف بربي يفو ساسبيغي منها سلاد هذيا كومبوزي، على خاطر بالحق نوتريتيف، حتى الصغيرات يشيخوا عليها صابرين معناتها، نجموا نحطوها حتى بور دو جور كي يبداو عند لول باش يفطروا ولا حاجه يلقاوها حاضره. ساعات في الصيف تلمو يفي شو الدنيا سخونه، نلوجوا على حاجات باردين. صحيح، احنا توا كملنا سلطتنا، البلا هذيا قاعد يحضر، باش نهزك للسهريه. للسهريه باش نعملوا زريقه نحبوها في رمضان الحقيقه ونشتيوها، باش نعملوها في الدار الحقيقه، باش نعملوها مشخشخه. اليوم كهوة ما عادش على حد ما صبرت، وديما نعملوا دي غوسيت هيلثي للسهريه باش العبيد ما يبداوش طونطي وياخذوا من برا والكل، هاك اليوم يظهر لي. اما تقعد ديما ديما، انا نقول الحقيقه عندي هكا حنين كبير للماكله نقدوها في الدار ونتاع السهريه، وساغو فيا موان شيغر هو. أي حاجه دياري نظيفه نحطوا فيها معناتها الدهون نختارهم احنا، كميه السكر نتحكموا فيها، كل شيء نجموا نتحكموا فيه راه. بي مريم احنا باش نعملوا زريقه. زريقه باش نعطيك شنو باش نحطوا فيها من مكونات. بالضبط، باش نطيبوا كريم باتيسير. كريم باتيسير نتاعنا هذيك من بعد باش نزيدوها شاميه، نجم ما نزيدوهاش راهو. انا نحب هكايا تتبنن اكثر، وعندنا اكيد الملسوقه اللي نحطوا فيها الفاكهه تبدا تشبه شويه للصمصه معناتها في القوم تاعها، وباش نزيد دقله هذايا كل بعد باش نخرجوا منه كيسين الزريقه نتاعنا. هي 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 الدقله حاجه معناتها باهيه برشا، معناتها تعاوننا حتى كيما نقولوا احنا تعديل نسبه السكر في الدم. انا ديما نقول وقتها قال فطر لازم الدقله، حتى كي باش نزيدوا ناخذوا فكل كويس هذاك اللي باش تعملوا انت فيه كعبه، ولا قدش من كعبه باش تحط بالنسبه للدقله؟ الدقله كعبه. اي فوالا، دونك كعبه معاها شويه المكسرات. شنو باش تستعمل المكسرات؟ كل قدير وقدر، تحب جلجلين حطوا جلجلين هكا. تعرفني ديما نقرا حساب العباد الكل، دونك العباد اللي تسمع فينا هاكا تنجموا تقدوها بالجلجلين. كريم باتيسير ما عندي حتى مشكله، بالعكس انا معناتها ديما نقول الكريمه نتاعنا الزمنيه الباهيه اللي نقدوها نحنا، معناتها نبعدوا شويه على توستي كلي ساشي وحاجات لي زاندستريال اللي يخدموا فيهم الكل، معناتها افيك تو مون ريسبي الحاجات اللي يخدموا فيهم الكل، ما يقد ما نعملوا حاجات معناتها بديزانغريديون طبيعيه ما فماش كونسيرفاتور فهمت جزاتيف قد ما يكون خير. وابن ولا بالحق تبدا ابن مع بالحق كريمه نتاعنا بنينه برشا. واضح، انا باش نكمل نعلمك الطبق الرئيسي هذايا، تكملوا معايا باهي. لهنا شنو باش نعملوا؟ باش نهزوا توا طروف الدجاج هذوكا، وباش نرحيو شويه من الصوص. انت باش تعاوني تمد لي صحن من غاديكا. دكاخ عايشك، باش نهزو الدجاج ومن بعد باش نرجعوه. ربي سيدو ماتخ برشا معناتها حمص وخضره معاه باش تكون المنفعه خير، معناتها مش كسكسي ومعاه بروتين دجاج ولا لحم ولا حوت، دونك اسي باش تحطوا الخضره معاه، وديما سلايت سلايت معناتها انا جو بريفير اول حاجه تخموا فيها في طاولتكم الشوربه وسلايت، ومن بعديك البلا دو ريزيستونس تو يجي معناتها. برك الله الافكار موجوده، احنا ديجا هنا عطيناكم برشا افكار، ميم حتى معناتها من لي كويزين نتاع العالم الكل.
بالضبط احنا تو باش نرحيو باش ترحي الخليط هذايا وهو كفكرة ونبدلوا بها خاصة الصغار يحبوا برشا هذوك صوص بلانش والحاجات هذيا نجمو ندخلوا لهم ماكلة كيما هذي وتكون صحية أكثر ومن طون تبدا صحية دونك اون بليس احنا معناها بتشيكن معناتها حتى التكلفة نتاعها ماهيش باش تكون برشا كملنا رحينا الصوص نتاعنا وتوا باش نصبوا الخليط هذايا نرجعوه للطنجرة وباش نكملوا نحطوا الدجاج نرجعوه يطيب هو برسك طاب معناتها جوست كيما نقولوا احنا الصوص باش تنشح شويه فوالا تولي خاثره شويه فوالا دونك ما زدنا حتى شيء زيت لا زيت زيتونه ولا حتى شيء حطينا زبده من الاول هذيك تكفي توا احنا جوست باش نغطيو عليها تزيد تشد روحها طريف والدجاج هذاك يزيد يتبنن اكثر خاطر لنوات كاجو كي حطيناهم ورحيناهم توا باش يسيبوا مطعمهم اكثر من اللي وقت اللي هما كعب سي سور فوالا دونك مريم انت عطيتنا رايك في دبارتنا بريسك نجحنا اليوم تبارك الله صافا احنا توا باش نكملوا نجيبوا المكونات نتاع الدسير نتاعنا ونرجعوا باش نبداوه مع بعضنا رجعنا للدسير نتاعنا لسهرية اليوم اش قالكم كان نحضروا زريقة روسيت ياسر سهلة المكونات نجم تكون في متناول الجميع على حسب المكونات اللي انتم تختاروهم مثلا نجموا في الفاكهة نحطوا بيستاش اما زيدا نجموا نحطوا شوية جلجلين مع شوية كاكاوية شوية نوازيت اللي هو لمينا خليط الفاكهة اللي احنا حشنا بيه به لهنا الفاكهة تحطوا انتم 20 جرام من كل حاجة ماذا بينا ثلاثة حاجات باش يعطينا مطعم بنين نحط لهم شويه سكر محور وشويه عطر شيا نلموا بهم البات وبعديك نلفوهم في الملصوقه ونطيبوهم في الفور بعد ما نمسحوهم بطريف زبده المكونات اكيد راكم شفتوهم واضحين امامكم على الشاشه نجيو توا للكريم نتاع الزريقه الزريقه الكريم نتاعها ماذا بينا اصفر العظم يتخلط بالقداء مع السكر ناخذوا هوني اصفر العظم زوز أصفر عظم كما قاعدين تشوفوا وباش نزيدوا فوقهم بالضبط العطر شيا وعندنا السكر المحور مش باش نحط برشا سكر محور خاطر انا اخترت نزيدوا شامية وهكاكا باش نعملوا كما نقولوا توازن في الحلاوة نخلطوها بالقدا وتوا عندنا نشي نخلطوه زيدا كيف كيف الحليب نتاعنا دفيناه طريف حطيت فيه سكر فاني وتوا باش ناخذوا الشاميه كيما تحبوا انتم تبدا كريم والا اللي احنا متعودين بها ما يقلقش نخلطوها ونجي ونزيدو الحليب به الحليب باش نحطو طريف توا لهنا نخلطوه بالقدا ونجيو نكملو نصبو البريباراسيون اللي حضرناها مع بقية الحليب
ونطيبوا الكريم نتاعنا. نحضروا بحذنا طريف زبده باش ديك الكريمه تشد روحها. نحطوا الزبده باش تخلي لنا ديما تكستور نتاع الكريمه سايبه، وماذا بينا كي نطيبوها ما نستناوهاش حتى لين تعقد برشا. كي نسخنوا الحليب هكاك الكريم تطيب اسرع. حطينا الزبده سي بون، هذه التكستور اللي احنا حاشنا بها. ناخذوا لي فيغين نتاعنا اللي باش نحضروا فيهم الزريقه، هذايا من الحاجات زادا اللي نجمو نهزوهم معانا في ضيافه جوست بالطبيعه مش في ديكوب. نعملو دي بول صغيرات باش ناخدو من المغرفه، نحطو طريف كريمه ومن بعد باش ناخدو الصوابع اللي حضرناهم ونقصوهم الطريقه هذيا، ونعاودو نعبيو بالكريمه مره اخرى. توا باش نكملو نقصو كيما هكايا ونزينو من الفوق مع كيبات الدقله وشويه بيستاش كونكاسي. نجمو نستغنيو عليه راهو اكيد. نجيو لكيبات الدقله نحطو كيبه هكا انا عطيتكم اكيد جوست فكره نتاع تزيين، وانتم كل واحد يزين كما يحب. المهم نحطوا طبقه من الكريمه ومن بعد نحطوا من الصوابع اللي حضرناهم بالفاكهه، نحطوا مره اخرى الكريمه ونزينوا من الفوق كما نحبوا. احنا الدقله زاده كيف كيف راهو نجموا نقصوها طروف ونزيدوها بين طبقات الكريمه. نحطوا الكويس هذا على جنب، نكمل نزين بقيه الكميه اللي عندي ونرجعوا نشوفوا اطباقنا في شكلهم النهائي. دبارتنا حضرت بالنسبة لليوم كما ريتو عملنا مع بعضنا باتر تشيكن، واللي هو كان تابع فقرة طبق من العالم. أكلة جينا من الهند سهلة بسيطة ما فيها حتى شيء. مكوناتها كما ريتو دجاج، وقلنا إذا ما لقيناش الكريم نتاع نوات كوكو عادي نعوضوها بالكريم ليكيد. هكاك معاها عملنا زادة المقرونة، سلطة مقرونة. المكونات زادة كيف كيف، عملنا خضرة بزيد فيها وحطينا فيها تون وفوحناها بالصوص بيستو مايونيز وشوية زيت زيتونة. وتنجموا راهو تحطوا جوست عصرة قارص، شوية زيت زيتونة، ملح وفلفل أكحل وتتفوح سلطتنا. وعملنا أكيد حاجة حلوة للسهرية، عملنا زريقة شفتوها قديش سهلة ما فيها حتى شيء. كريم باتيسير تطيب جوست لازم شوية أنه الكريم يذيكا تتخلط الأصفر والسكر مع بعضهم أكثر، ومن بعد نزيدوا إنشي ومن بعد نحطوا شامية إذا نحبوا نفوحوا، وبعد نزيدو الحليب يكون سخون. نخلطو الكريم نتاعنا تطيب ما نخليوهاش تعقد برشا 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 برشا، وفي الاخر نحطو لها طريف زبده ونخليوها في ليكوب مع هذوك الصوابع اللي حضرناهم بالفاكهه والملسوقه وكيبات الدقله اللي زينا بهم من الفوق. وهكاك تكون دبارتنا حضرت بالنسبه لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وانا مقعده نقول لكم كان شهيه طيبه.